المرضى كل يوم انه وليت عنا نسبة مرتفعة من المرضى اللي يعانيوا من ارتفاع نسبة الكوليسترول الخايب في الدم. خاطر عنا كوليسترول فيه انواع، فما الكوليسترول اللي نحبوه اللي هو يذوب الدهون الاخرى الخايبه، فما الثلاثي الكوليسترول ولا التريغليسيريد اللي احنا هذاك ينجم يكون عامل يتسبب في تصلب الشرايين، في انسداد الشرايين، في برشا امراض اخرى. دونك هذاك علاش هو لي تريغليسيريد ولا الدهون ما عندها منين باش تجي الا من الماكله نتاعنا، يعني احنا اللي ندخلوها لبدننا، ممكن من اسلوب الحياه نتاعنا، من الدهون المهدرجه، طريقه معناها السيدونتاريتي، ما تحركوش برشا، هذوما كل عوامل الخمول البدني. فوالا دونك هذوما كل عوامل اللي نجموا يتسببوا في تركيز نسبه الدهون في العروق نتاعنا، وتنجم تعمل لنا برشا معناها تبدا بعلامات. البدن ديما يعمل انذار، فما علامات باش يظهروا على البدن. ديجا ساعات المريض يجي يقول لك راني نحس بروحي رزين، نحس بتنميل، نحس برقبتي توجع فيا، ممكن راني شك في روحي عندي شحم في الدم، ديجا يجيك بالدياغنوستيك نتاعو. واذا كان ما فقناش به على بكري وما خذيناش الامور، ساعات نوصلوا اذا كان بدلوا المود دو في، ساعات نستحقوا ديريكتومون للدواء، نجمو نفيقوا به وقت اللي مثلا مريض يعمل لي من عرش عرق يتسد، يعمل جلطة لا قدر الله، نلقاو عنده السكر، حتى السكر معناها شحال في الدم، العوامل اللي تخلي المريض بخي ديسبوزي ولا مهيئ باش يتكون عنده السكر مع عوامل اخرى. وقتها كي نرجعوا نتفقدوا نلقاو روحنا بالحق عنا معناها مريضنا عنده شحم في الدم، ونبدا ونقولوا كي تتعدل الشحم في الدم برشا حاجات معاها في البدن باش تتعدل. طبيبتنا لليوم الدكتوره يسرى المسعودي، طبيبه مختصه في امراض القلب والشرايين. دكتور اهلا وسهلا. عفلينا مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي دار حياتك. نشكرك على حضورك بحضن. عسلامة يسرى، مرحبا بك. عسلامة، أهلا. شكرا دكتورة على تلبية الدعوة. دكتورة يسرى، حكينا احنا في الموضوع هذا وقلنا انه في العيادات متاعنا وليت نراو برشا مرضى، سورتو انتوما الاطباء القلب والشرايين، نتصور الامراض الكل متاع القلب يكون متسبب فيها بطريقة او باخرى الشحم في الدم. باهي، اي افكتيفمون، هو ارتفاع الدهون في الدم هو المرض، تسميوه بالفرنسيه لي ديسليبيديمي. بالنسبه لينا راهو مرض ياسر منتشر، وزاد اهم حاجه بالنسبه لينا كاطباء قلب هو راهو عارض من عوارض الاصابه بامراض القلب والشرايين، معناها سي ان فاكتور دو ريسك كارديوفاسكولير. يقولوا دونك هذه حاجه نشوفوها ديما يوميا احنا واطباء الغدد وامراض السكري. راهو حاجه مرتفعه منتشره برشا معناها. يسرى ساعه انا قلت انه الدهون هذوما اللي موجودين في الدم فيهم برشا انواع يختلفوا، كان تزيد تفسر لنا انت. بالنسبه للدهون عندنا خاصه زوز انواع من الدهون اللي هما موجودين نورمالمون بصفه طبيعيه معناها في الدم، ما بنسب طبيعيه. والدهون هذوما مكونات ضرورية حيوية، معناها ضرورية لعمل الجسم، لنشاط الخلايا، مد الجسم بالطاقة، وزاد بناء الهرمونات نتاع بدننا، معناها يلزمهم موجودين وضروري لعمل الجسم. المشكلة دونك وقت النسب نتاعهم تفوت النسب الطبيعية المسموح بها، وقتها نحكيه على ارتفاع الدهون في الدم والى ليديسليبيديمي اللي هو يولي مرض معناه. واضح. بالنسبه للدهون باش نحكيه على زوز انواع اساسيه اللي يهمونا في الامراض. ثم الدهون الثلاثيه ولا نسميهم لي تريغليسيريد، والنوع الثاني هو الكوليسترول بما فيه لو بون كوليسترول والكوليسترول الخايب معناه لو موفي كوليسترول، ال دي ال كوليسترول والا اش دي ال كوليسترول. ولا هذوما هكا كي نخمو احنا نصنفوهم كيما هكا زوز انواع من الدهون اساسيا، التريغليسيريد والكوليسترول. واضح. مرض الشحم في الدم معناها كي واحد يعرف روحه يعمل تحليل وطبيب ويقول له راهو عندنا ارتفاع في الشحم في الدم، حاجه تخوف، مرض خطير والا حاجه عادي؟ ارتفاع ساعه جست باش نفسر شويه التحليل نتاع الشحم في الدم. اي سي تري سام، معناها باش نفسر الحوايج معناها نتبعوها باش يطلع التحليل صحيح. اي خاطر هو اي انسان مثلا اذا كان مش نفطر يعني توا دهنيات نسبها مربوطه كما قلت انت، مربوطه
بنسبة كبيرة بالأكل متاعنا. يعني إذا كان أنا مش نقدر توا شنو في نعمل تحليل بعد ساعتين ثلاثة باش نلقى الدهنيات طالعة، خاصة الدريجليسيريد باش نلقاه طالع في الدم، مش معناها رو أني عندي مرض ارتفاع الدريجليسيريد في الدم. يلزم 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 المريض صايم أقل حاجة منذ 12 ساعة كريمة، يسيل ليلة كاملة منذ 12 ساعة باش التحليل كي نعملوه بعد يطلع صحيح. واضح؟ باهي. بالنسبة إذا كان لقى تحليل نسب، مش نعطي هكا باختصار نسب، بالنسبة للتريغليسيريد نورمالمون النسبة العادية أقل من 1.5 جرام بار لتر في الليتر. يعمل التحليل نتاعو يعرف روحه نورمال بعد 12 ساعة صيام، يلزم الدهون الثلاثية هذه تريغليسيريد أقل من 1.5 جرام بار لتر. بالنسبة للكوليسترول، كوليسترول توتال أقل من 1.8 ملي مول بار لتر. واضح؟ دونك هذوما. وبعد في الليل دي في زوز أنواع اللي حكينا عليهم، LDL كوليسترول والHDL كوليسترول. HDL كوليسترول اللي هو الكوليسترول النافع يلزمه مرتفع، بالعكس لازم التو نتاعو أكثر من 0.45 إكزاكتومون. فوالا. اسكو خطير ولا مش خطير سا ديبون، معناها تفرق من شنو؟ قداش الارتفاع؟ مش كيما ارتفاع طفيف كيما مثلا التريغليسيريد، احنا قلنا سوي 1.5، مش كيما واحد عنده 1.8 جرام كيما واحد عنده 4 ولا 5 جرام. ولينا نشوفوا انا 8 المره اللي فاتت وعاودت لقاو حتى 8 المريض، لقيت حتى 8 وما صدقتش، قلت بوتيتر كيما معناها مشكله الاكل ممكن مش صايم 12 ساعه، وكي عاود التحليل ونكون معناها اكدنا انه لقينا 8 جرامات معناها تريغليسيريد بعد العيد ظهلي وبعد العلوش. بعد العيد وبعد العلوش صحيح. كوليسترول زاد كيف كيف، سا ديبون زاد، معناه إذا كان مريض ما عنده حتى شيء الشيفر الرقم في حد ذاته يعني معناه يفرق من مريض لمريض وحالة أخطر بيان سور كي تبدا الفالور أكثر. زاد عند أنا مريض، أنا كي نعمل تريغليسيريد ولا سورتو الكوليسترول عند مريض عنده عوامل إصابة بأمراض قلب وشرايين، يدخن، عنده تنسيون أرتيريال، عنده سكري، عنده سمنة، باش نلقى الكوليسترول طالع بيان سور أخطر، معرض أخطر للإصابة بأمراض القلب وشرايين. والسوي أنا يعني كي باش نداويه ديما نطيح له ماكسيموم، مش كيما باش نطيح له هو، كيما باش نطيح العبد عاد. واضحة؟ واضحة. دكتور الأعراف، شنو هما الأعراض اللي تخلينا نشكو انه عندنا مرض الشحم في الدم؟ كما قلنا زوز انواع، دونك الأعراض باش يختلفوا شويه حسب النوع نتاع الارتفاع في الدهون، اسكو هما لي تريغليسيريد الطالعين والا الكوليسترول. دونك جينيرالمون الأعراض مشتركه، كي تظهر الأعراض جينيرالمون مشتركه، مثلا خاصيات كي نلقاها تحيلي اللي راهو اكثر هيبر تريغليسيريديمي هي المتسببه. واضحه؟ كيما شنو؟ جس باش نقول راهي الاعراض سوفون ما تطلعش في لي شيفر اللي عندي، تطلع اذا كان لي سو يطلعوا برشا برشا، معناها اذا كان دي فالور وزادة في الحالات الوراثيه نتاع ارتفاع الدهون في الدم. ثم حالات وراثيه اللي ارتفاع الدهون يكون صفه كبيره برشا، كي ناخذوا ارتفاع الدهون الثلاثيه معناها لي هيبر تريغليسيريديمي. اهم الاعراض بيان سور، دونك ديما الاعراض المشتركه بين الكوليسترول والتريغليسيريد هما امراض الاوعيه والشرايين، بما في ذلك الذبحه الصدريه. ينجم يجيني مريض عمل جلطه قلبيه، كي نعملوا احنا نعملوا البيلون سيستيماتيك، اي مريض يعمل ذبحه صدريه ولا يرقد عنده جلطه قلبيه انسداد في شرايين القلب، نعملوا تحليل الدهون كامل، وفي اغلب الحالات باش نلقاو ارتفاع في الكوليسترول ولا ارتفاع في التريغليسيريد. باش تكون هذه العارض الاولاني اللي خلينا نلقاو نلوجوا عليه ارتفاع الدهون ونلقاوه. والا زاد جلطات دماغيه، انسداد شرايين الساقين معناها ليزارتريوباتي دي مومبر انفيريور. ثم خاصيه للتريغليسيريد هو التهابات البنكرياس، لي بنكرياتيت ايغو. واضحه؟ دونك لي بانكرياتيت ايغو سوفون دي تو دو تريغليسيريد طالعين برشا، تتجسد سو فورم دو التهاب وجاعه في البطن ويرقد المريض حتى في قسم الجراحه اكسترا. كي زاد التو نتاع التريغليسيريد يطلع برشا، يطلع اش معناها؟ معناها مش يفوت لي ابوبري 5000 ملغ في الديسيليتر،
في الحالات الوراثية، هذه نأكد عليها خاصة في الحالات الوراثية، معناها كيفاش نلقى عند مريض الفالور هذه ولا أكثر. صعيب برشا تكون وحدها من الرجيم أليمونتير ولا من الماكلة ولا سيرتين مورا وسما تيران فاميليال جينيتيك حاجة وراثية تحت. واضح؟ باه نسميهم ليزيبير ليبيديمي فاميليال. دونك الأعراض ينجم كاريمون اللون الأصفر في ديه، معناها يديه تولي اللون الأصفر، معناها تم ديبو، معناها تراكمات نتاع هاك الشحوم في تحت الجلدة تظهر حتى في اليدين. الترسبات هذوما تنجم تجي زادة في عيني، معناها في الجفون يتسميو الإكزونتيليزما. يجيو زادة ترسبات كل كعابر يوليو، معناها كل عقد في الكود نتاع المريض، في المرفق، في الكعابر، هذوما الإكزونتوم زادة تونجينو. هذوما خاصيات أني كراهم، خاصيات يقولوا لي راهو تود وتريغليسيريد طالع برشا. دونك نمشي نعملوا تحليل نتاع تريغليسيريد، وفي اغلب الحالات تبع حالات وراثيه. فوالا فوالا هذه بالنسبه للتريغليسيريد. بالنسبه زاده للكوليسترول، سوفون امراض القلب والشرايين ولا الجلطات الدماغيه اتسيتيرا، اللي هي تكون معناها حالا اكتشفوا بها ان المريض عنده راهو تود كوليسترول طالع في الدم. مي حالات اخرى، معناها اعراض اخرى كي شنو، كيما الام في الصدر ولا ماهوش هو التو دو تريغليسيريد والا الكوليسترول كي يطلع باش يعطي الاعراض، لي كومبليكاسيون اللي هما باش يعطيونا اعراض مضاعفات نتاعو. اكزاكتومون مضاعفات هما باش يعطيو. اما الارتفاع في حد ذاته في الدم، خاصه اذا كان ارتفاع بسيط ولا متوسط، ما يعطينا حتى اعراض، ما نفيقوش به الا ما نعملوا تحليل. وهذه من هنا تنجم تكون هذا عامل من عوامل الخطوره، انه ما فيقوش به الا ما يعطينا معناها تعكرات كيما لا قدر الله الجلطات. دكتور ملي يقول لك راه ساعات نحس روحي نخفى، معناتها نرقد ونتخذني عيني هذيك، معناتها وسمعته معناتها راني سمعتها برشا يقول لك تخفى برا ظهر لي راه الكوليسترول، يقول لك بون الكوليسترول خاطر التوانسه ما فرقوش، يقول لك برا الطبيب ظهر لي راه الكوليسترول طلع لك ولا ضربني الكوليسترول. صحيحه هذه المعلومه؟ مش صحيحه برشا الحقيقه، لا مش صحيحه برشا. ما عنديش حتى علاقه. ما عندوش علاقه، لا ماهيش حاجه سبيسيفيك خاصه بالارتفاع، لا ما عندوش علاقه. تنميل في اليدين وفي الرقبه وما عندوش علاقه؟ لا ما عندوش علاقه. ارتروز اكثر منه اي دونك حسب ما فهمت انا انواع الاسباب نتاع ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الشحوم في الدم، يا اما وراثيه، معناها تلقى العائله الكل يبدا ام وبوه خاله كل معروفين انه عندهم ارتفاع الدهون في الدم، والا الماكله نتاعنا وان ما نتحركوش ما نعملوش نشاط بدني. معني صحيح الحالات الوراثيه، احنا شفنا حتى صغيرات عمرهم 11 12 سنه يجي كي تشوفوا كي تفحصوا لقينا لي سيني اللي حكينا عليهم، السوريه في اليد تلقى هذوكم ليكزونتوم، معناها كل عقده هكا صغيره في الكود نتاع المريض ولا حاجه، حاجه هكا صفره كل ذاتها صفره في عينيه، كي نعملوا التحليل نلقى التوم تاع تريغليسيريد طالع برشا. هذه من الحالات الوراثيه. سينو في الحالات الاخرى مكثوره، راهو الانسان هو المسؤول على ارتفاع الدهنيات في الدم. اش معناها هو مسؤول؟ هو مسؤول بصفه عامه النظام الغذائي نتاعو، ريجيم اليمونتير، تو نحكيو شنو معناها الماكولات الخايبه اللي ما لازمناش ناكلوها، السمنه المفرطه، انعدام وقله الحركه والخمول وكل شيء، هذوما الكل زاده من اسباب ارتفاع الدهون. ومادام نحكينا على هذا بكري قلنا مرض سيلونسيو، معناها ما نفيقوش فيه صامت. دونك ايش يلزمنا؟ تيوريكمون اي مريض عنده سمنه مفرطه يعرف روحه ما يتحركش برشا، يتكيف وكل، ماذا بيه وحده نتقصاوه ارتفاع الدهون، يمشي يعمل سيستماتيكمون تحليل. دكتور هكا الحالات يبدا طالع هكا كي قلتهم لي هكا من بعضهم، نعرف برشا توينسه على الاقل اللي نعرفهم انا، ما وما يتكيف وما يتحركش فيه مثلا الخدمه ولا ليزونجاجمون نتاعو مع الدخان، سمنه مفرطه ما عرفش معناها برشا، ما معناتها عنده شويه يولي يهلوس الواحد، يولي يخاف معناتها. اي مش يهلوس لحد المرض، ما يحتاط يتفقد روحه ما فيها بيت، يعمل بيلون كومبلي، يسمى بيلون ليبيدي كومبلي، يشوفوا نسبة الدهون في الدم. جيس نقعد صايم شوية 12 ساعة وبعد نمشي نحلل الدم ونمشي على روحي هكا ولا؟ صحيح، كان لاباس لاباس باش حتى النظام ماذا بينا معناها. كان فما أي إشكالية باش نحسنوا من نمط الحياة بيان سور، وفما دويات ساعات راهو معناها النظام الغذائي وحده اون فوا موجود ارتفاع دهون ما يكفيش، لازم ناخذوا حرابش معناها ناخذوا دواء. معناتها كي نداوي السمنة
اوتوماتيكمون تقول عليه ده وانت دويت الشحم في الدم، الكوليسترول، سامحت، كوليسترول، دهون، دهون، ارتفاع صفة الدهون ارتفاع الدهون. معناها كي نحيو الاسباب يعني السمنه كما قالت الدكتوره انت وال انت والمريض وانت وال معناها الارتفاع هذا الشيفر نتاع الدهون، فما حالات معناها نجم نقولوا للمريض انا بيرسونيل ما نعرفش يصرا، نقول اذا كان جون يتحرك ما عندوش اوتر فاكتور دو ريسك، معناها ما عندوش حاله تعكر مثلا، ما هو عندوش السكر، مش يدخن، ولقيت معناها ما فاتليش 2 غرام مثلا في التريغليسيريد، نجم نعطي ريجيم اليمونتير، نعطيه دي كونسي ونعاود نتفقدو مثلا بعد شهرين نورمالمون التحليل باش اذا كان فما تغيير ولا شهرين ثلاثة شهور، حتى ثلاثة شهور نجم نعطيه ثلاثة شهور حسب الشيفر كيما قلت انت. اي مش بعد جمعتين، خاطر ساعات يقول لي جمعتين ونعاود التحليل. لا لا مش باش يغير برشا. صحيح. فما دكتور دكتور سامحني دقيقة برك، فما دوايات نجم تعمل تعمل شحم في الدم والا لا؟ فما شوية دوايات فما نكتبوهم اما ماهوش سبب رئيسي الحقيقة، حاجة ثانوية برشا. هذه من الأسئلة معناها من الأسئلة اللي وصلت لنا. هذه الأسئلة المطروحة. دونك فما بعض الدوايات القليلة برشا. قليلة برشا وما نكتبوهاش برشا ديجا. باهي خلينا نكمل نزيد نسل. خلينا نزيد نسل. كيما حكيت لي على الدخان الكول. الناس اللي قاعده تشرب في الكول ينجم يعملوا لهم الكوليسترول الدهون في التريجليسيريد. يعمل باهي، هاكم عرفتوهم الناس الكل، الدخان، الكول، الخمول البدني، السمنه، والنظام النظام الغذائي الخايب يعني. برشا راهم هذوما من اهم الاسباب للاصابه بالدهون في الدم، ارتفاع نسبه الدهون في الدم في الدم. كمل دكتوره معك. دكتوره بالنسبه للادويه معنا كيما نحكيوا على العلاج، احنا توا قلنا نعمل نصائح، واذا كان حاله معناها عنده معاها فاكتور دو ريسك اخر ونخاف انه المريض نتاعي مش باش يمشي بالنصائح هذيك وينجم تكون له عامل من عوامل الخطوره ارتفاع الدهون في الدم، وقتا نلتجئوا للعلاج معناها. لكن العلاج وقتاش يقعد به عمره كامل ولا فات عودنا التحليل ولقينا الدهون هذيك نسبتها نقصت نوقفوا العلاج؟ حسب الشيفر كما قلنا بالنسبة وحسب نوع الدهون. التريجليسيريد مثلا اذا كان طالع شويه وبعد بالدواء وهو ركح معناها واظب على النظام الغذائي وحسن نجمو نحيوه ان سيرتان مومون نجمو نحيوه. بقى حاجه مهمه مش ناكد عليها على الدويات نتاع ارتفاع الكوليسترول. احنا توا في حتى المنظمات العالميه مريض اذا كان عنده ارتفاع الكوليسترول ولا ساعات حتى تو دو كوليسترول نورمال وصل لعمل جلطه قلبيه، بالنسبه لي يلزمو ياخذ سيستيماتيكمون افي حياته كامله الدويات اللي نورمالمون نعطيوها باش تخفض نسبه الكوليسترول في الدم. علاش؟ خاطر الدويات هذوما يطيحونا في نسبه الكوليسترول في الدم، هذاك لوبجيكتيف الاولاني نتاعنا، الهدف الاولاني نتاعنا. مي بعد حتى كي نكونتروليوه ونلقاو الشيفر طاح وتحسن ولينا في السيبل، معناها يلزم يقعد. وعلاش؟ خاطره مش يعمل اكسيون على الكوليسترول اللي ترتب في الاوعيه الدمويه في الشرايين. اوتوماتيكمون بعد جلطه، بعد جلطه تعطيه دواء باش الكوليسترول ما يطلعش يقعد في المستويات العاديه. في الحالات هذه يقعد افي يقعد بي افي حياته كامله، حتى لو كان حتى سامحني حتى كان تو نتاع الكوليسترول نورمال كي نعملوا تحليل. ديجا المرضى يسالونا يقول لي هو عمل تحليل ما عنديش كوليسترول، الكوليسترول مريقل، علاش تعطيه في الدواء؟ لا، خاطر الكوليسترول ديجا هو عمل المضار نتاعه وترسب في الشرايين نتاعنا، في الشرايين نتاع القلب، تسبب له في انسداد شرايين القلب وجلطه قلبيه. دونك باش نعطيه من الدواء يعطي مفعول وعنده مفعول اخر ايجابي على كل الشحم اللي مترسب في وسط الاوعيه الدمويه، حتى لو كان التود نتاع الكوليسترول في التحليل نورمال. باهي دكتور انا مشيت طلع لي الكوليسترول، قالوا لي جيت كليك انت، قلت لي خذ تريتمون مده 3 اشهر، سي بون رجع لمستويات عاديه. بعد عاود رجع بور اكس ريزون ما عادش نتحرك، بلبستها في الماكله، نعاود ناخذ نفس التريتمون هذاك. تقعد بيه، باش تقعد بيه لون تيرم، باش تقعد بيه مده طويله. إذا كان أنت ما عندكش السكر، إذا كان عندك السكري، عندك ارتفاع الدم، عندك أمراض أخرى، باش تقعد بيه حياتك كامل، حتى لو كان ما عملتش جلطة ولا حاجة. إذا كان عندك عوارض أخرى للإصابة بأمراض القلب والشرايين، باش تقعد بيه حياتك كاملة، حتى لو كان التركح تعدل معناها. واضحة؟ نقعد ديما إذا كان صحيح، باش تقعد بيه. باهي، ينجم يكون زادة معناتها ارتفاع الكوليسترول قاعد بدني يحضر باش يولي مريض بالسكر.
ولا العكس؟ التريجليسيريد. التريجليسيريد. المريض اللي عنده التريجليسيريد طالع بالنسبه لنا يدخل فك اللي نسميوه السندروم ميتابوليك. معناها راهو عنده عرضه وعنده ريسك باش يعمل السكر. من الاسئله اللي جاتنا سامحني الدكتوره يقول لك هل انه التريجليسيريد ياثر على الغده الدرقيه يعني مربوطين ببعضهم والا لا؟ هذا سؤال. ماهوش الغده الدرقيه بلوتو البنكرياس اللي حكينا عليه بكري. البنكرياس. اوكي دكتوره يسرى. يسرى النصائح توا فما برشا دراسات تقول تخلينا ممكن نتراجعوا كما كنا ننصحوا المرضى شحم، معناها نقولوا ماذا بينا شحم اللي في اللحوم الحمراء نبعدوا عليها كومبليتمون، الاصفر نتاع العظم لا، المقلي لا. توا انا دريالمون شفت دراسه يقولوا المقلي اي لا، الدهون المهدرجه هذيك والتسكي زبده والكل لا، ولكن ما ننصحوش برشا ان يبعد المريض على الشحوم الحيوانيه ولا وعلى اصفر العظام. ما نعرفش اسكو صحيح اللي قريته ولا لا. هو صحيح اون بارتي باه تسكي اطعمه المقلي ولي كونسير زاد الماكله المعلبه اللحوم الحمراء برشا الدهنيات الزبده المنتجات الالبان والكل هذوما الكل فيهم برشا دهون مشبعه لي زاسيد غرا ساتوري اللي ما نحبوهمش. باهي دونك هذوما ماذا بيه الانسان يبعد عليهم يتجنبهم. بالنسبه للاصفر نتاع العظم فما الزيوت النباتيه والكل، هو الانسان خاطر احنا قلنا الدهون راهي مكونات ضروريه للجسم موجوده بنسب طبيعيه باش الدم نتاعنا يخدم كوريكتومون. دونك هو باش ياكل ماهوش مش يبعد عليهم كومبليتمون، مي كيما قلت لك يختار يبعد على اللي قلناهم والاخرين ياكل ما يزال بصفه منتظمه، معناها دو فاسون موديري بصفه معتدله لا افراط ولا تفريط. صحيح صحيح انه فكره يقول لك عندك كوليسترول هذوما لي زاستيس اللي سمعتهم تو عند التوانسه يقول لك هاي كثر من خل التفاح ولا كل برشا تفاح حتى يحرق الكوليسترول ويطيح. صحيح الفكره هذيا هو ثم صحيحه ثم اون بارتي، اما راهو وحده غير كافي. خل التفاح والواحد عندهم تنجم عوارض جانبيه. دونك الدويات تو المجعوله لعلاج ارتفاع الكوليسترول ضروريه حتى كي باش تعاون بحوايج اخرى، مي راهي الحوايج الاخرى غير كافيه يلزم باستشاره الطبيب. لازم اوبليغاتوارمون استشاره الطبيب. به كي نبطل الدخان ينقص برشا الكوليسترول؟ ينقص تعاون بدنك بالكدا اي، لكن ما فماش اسباب اخرى. تبطيل الدخان يعاون. وعلاش الدخان مش باهي مع الكوليسترول؟ خاطر التدخين يعمل لك تصلب شرايين الارتير الشرايين والوريجين، والكوليسترول مش يتراكم لك على الارتير هذيك مش يتسدوا العروق، زوز مع بعضهم مش باهي. واضح. يبسين العروق ونزيدوهم مش خلينا نقولها بالعاميه دكتور نزيدوهم شحم معناتها في وسط العروق اوتوماتيكمون باش يتسدوا العروق. تتعزم الامور. باهي اني نولي نمشي يوميا نعم في مارش نتاع 25 دقيقة 30 دقيقة على الأقل كل يوم، يعاونني هذا كيف باش يعاونني يعني نحرق الكوليسترول وما يطلعش؟ يعاون بالكدا افكتيفمون باش تحرق الكوليسترول تحرق الدهون خاطر هما راهم لي تريك. اما نقول له دكتوره انه مارش مش يمشي يتمشى معناها انا نقول له مارش نتاع جندي. نقول احنا مارش متسارعه هكا اكسيليري نتاع 30 دقيقه وسورتو كل يوم، مش مثلا واحد يرتاح اسبوع كامل ويجي في الويكاند يقول باش نعمل سبور حتى ساعتين لا ماهوش باهي هكا. يلزم بانتظام 5 ايام 6 ايام في الجمعه 30 يوم كل يوم ومتسارعه ماشيه متسارعه شوي. تساهم في حرق الدهون علاش؟ خاطر هما التريجليسيريد الكل هو اللي بان باش يخزنهم البورسنتاج الطالع باش يخزنوا الزايد على الحريرات اللي دخلناهم الماكله زايد على السكريات على المعجنات اللي كليناهم ولا حتى الحريرات العاديه الزايد باش يتخزن سو فورم دو تريجليسيريد. دونك انت كي باش تعمل حركه رياضيه وكل باش تحرق الزايد دونك الطو نتاعك في الدم باش يتعدل باش يولي يقعد في نسب طبيعي. هل انه صحيح الثوم يحرق الكوليسترول والا لا؟ مهم. الثوم من ليزاستيوس هاي هذوما راني من ليزاستيوس اللي سمعتهم عند التوانسه يقول لك اي فما ناس تقول لك ناكل ثوم ونعرف اللي كي نكثر الثوم والخل دونك ينجم يعاون ما يعملش ما يعوضش الدواء ما ينجمش يعوض الدواء يعاون مواد طبيعيه ديما ما زاد الثوم نستعملوه بطريقه خاطر باش نولي نقلقوا المعده فما شكون يقول نشرب سنه ثوم هكاك ديريكت على معده على الخوي.
صحيح. وحاجه اخرى راهو احنا سمحني دكتور عفيف راهو الحاجه المهمه احنا الدويب كي نعطيوهم تاع شحم في الدم نعطيوهم باش نطيحوا الكوليسترول من عندهم راهم منافع اخرى حمايه كما حكيت بكري على اللفه نتاعهم بالنسبه في للاوعيه الاوعيه ولا للشرايين عليها ماهوش جوست تحليل عندنا دراسات بينت عندهم دوتر افي حمايه من مخاطر هذوما ارتفاع الكوليسترول خاطر تنجم مثلا بحوايج اخرى باهي دواء عربي يقولوا طيح شويه التو نتاع الكوليسترول ولا التريجليسيريد ميك المنافع نتاع الدواء الاخر ما تحصلنيش عليهم. فما مستمع قالت لي الكركم انا جربت الكركم في الماء نحالي الكوليسترول ينجم هاي الكركم انتي اوكسيدون. وي ودكتوره حاجه اخرى بالنسبه للادويه نتاع ارتفاع الدهون في الدم مش الادويه الكل كيف كيف لازمنا نوصيو السيده المستمعين خاطر مش الدواء اللي خذيه خذيته صاحبتك ولا اللي خذيته امك هو بيدو اللي باش ينفعك انت خاطر تختلف الدهون من التريغليسيريد للكوليسترول للوبجيكتيف اللي عطينا عليه الدواء. صحيح احنا اذا كان لقينا التريغليسيريد طالع فما نوع دواء باش نعطيو اذا كان الكوليسترول نوع دواء وفي انواع في الكوليسترول فما برشا انواع زاده ساعات المريض عنده زود طالعين فما دويات يعملوا عندهم افي على الزود دونك كل مريض والحاله نتاعو وش لقينا زاد ممكن تبعوا نصائح طبيبنا هو اللي يعرف نوع الدهون والدواء اللي مواتي مش انا الدواء اللي خذاه الاخر اقوى من الدواء نتاعي لازم ناخذه على الاقل خذاه معناتها على الاقل جاري خذي ما عنده تبيب توا نقاف حوايج اخرى دكتوره يسرى ساعات يطلعوا لي سبونسورينغ على الباج فيسبوك نتاع انستغرام عندك كوليسترول طالع تحب تطيحه في 90 يوم تحب تطيحه في 36 يوم عليك بدو ولي بريباراسيون يبعثك ما نعرفوش شنو هذوما معناتها ناخذهم انا كركم شنو ناخذهم هذوما ليه شنو معناتها والله الحوايج هذية اللي واحد اللي يعملها ولا ياخذها ما نعرفش هذوما اما انا الاهم بالنسبه لي الدويات انا بالحق كي راه على باج فيسبوك ومشيت للطبيب عندي ارتفاع شحم في الدم اعطاني الدواء هذا بالله باهي نشربه ولا لا يعني انت مشيت للطبيب اللي هو هذيك حاجه قرا عليها فما شكون يجاوب هكاك تقولها انت مشيت للطبيب ومن بعد تسالنا احنا وفما شكون لا 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 رد بالك هذيك استعملته مش باهي ليه خذ الدواء الاخر اقوى هيك علاش انا سالت الدكتوره يسرى حبيت نوضح المعلومه هذه وحابين نصلحوها راه مش معناها دواء قوي ودواء خفيف انت حالتك مش كيما حاله المريض الاخر والبيوت نتاع علاش اعطيناك الدواء هذاك مش نفس علاش اعطيناه للمريض الاخر دكتوره يسرى. صحيح كل واحد وحالته كيما فسرنا وحتى الدوزاج قداش نعطيو انت والمريض انت والتحليل شنو نلقاو انت والحاله انت المضاعفات الاربعين خير الاربعين اقوى انت خذيت 10 هيك خذي 40 نعطيو حتى 80 احنا مليغرام ونحكيو على الاستاتين وانت نفس المريض انا بديت ب 40 نجم بعد نبدلو بعد نجم نقفلو معناها كل واحد دكتوره يسرى اصغر 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 حاله في العمر جاتك وعندها مشكل نتاع دهون في الدم قداش العمر العمر اللي شفته انت 6 سنين ست سنوات حالة وراثية ست سنوات وجانا عامل جلطة في القلب معناها تكون وافي ست سنوات ست سنين واضحة دونك باش يعرفوا على الأقل راهو معناتها اللي باش يمرض به اليوم راهو نهار آخر كي باش يعرس يجيب صغار يمكن يورثوا معاه المشكل نتاع الكوليسترول هذاك علاش معلينا كان نستحفظ على رواحنا نبون جين دو في بصفه عامه النظام الغذائي المتوسطي الايديال شويه حركه ماهوش برشا نبداو الحوايج تضر كيما الدخان وكيما الكول والباقي الكل راهو سافا مارشي تلقى روحك ما تسحقش قلت ربي حتى دواء ولا باش تكونسلتي حد وتقعد ديما مستحفظ على صحتك وحتى كان سمنت ريجيم شويه تحرق وحدك وحدك معناتها بشويه يفور صغير مش تاخذ يجي وحدك بعد استشاره الطبيب هذوما تنجم تاخذهم لا تلقى روحك ملزوز لا فارماسيا لا دواء لا تبيع انا جيت نقول لك الحين خلينا نخدم على روحنا قلت لهم ما تستحقوش تكونسلتي ومن بعد زدت كملت قلت لهم ما تستحقوش للطبيب في الريجيم يعطيك ربي احنا ان شاء الله نكون ان شاء الله الناس الكل انا الحقيقه عفيف قليل طبيب لا لا قليل طبيب قال نعطيه النصيحه هذه راه في الاخر ماذا بينا ما يجينيش معناتها تتصور ما تتصور انت الدكتوره يسرى فرحانه كي جاها وليد عمره 6 سنين عامل جلطه وكوليسترول
كوليسترول ولا يجيها ولايد 20 سنة نورمالمون يمشي يقرأ عنده كوليسترول وعامل جلطة وبالدخان ما يجمش يتنفس هذاك اش معناه نقص معناتها باش ما نمشيوش للطبيب اونيفيت برشا امراض باجراءات بسيطة وعادات انا نقول لكم تمشيوا للطبيب في المراقبة احنا اذا كان انت عندك في عائلتك معروفة حكاية الشحم في الدم هذية وارتفاع الدهون في الدم بصفة عامة ما فيها بيس كي تعمل كما قالت الدكتورة تمشي تتفقد روحك تعمل بيلون على الأقل مرة في العام تتفقد روحك ما يسالش تمشي للطبيب يشوفك ما يسالش تمشي للطبيب كي باش تدخل في ريجيم زادة تاخذ نصائح متاع الطبيب إذا كان لاحظت عليه على روحك العلامات هذوما اللي ذكرتهم الدكتورة معناها فما اللي كيست هذوكم الصغار متاع الدهون يبدأوا تحت العين يبدأوا بحذا المرفق في اليد ظاهرين معناها معروفين الكل نعرفوهم كيف كيف كل كعبورة صفرة ظاهرة معبية الدهون كيف كيف تمشي لطبيبك إذا حاجتك بالنصيحة تمشي للطبيب سينو الدواء اللي يعطيه لك طبيبك هذيك هو راه هو يمشي معك انت نجم ما يمشيش مع غيرك واللي يمشي مع غيرك نجم ما يمشيش معك انت خاطر مش نفس الحاله النصائحنا ورسائلنا اليوم نخليها مع الدكتوره يسرى دكتوره النصائح باش ما نوصلوش لارتفاع نسبه الدهون في الدم النصائح كما قلنا ديما الوقايه خير من العلاج معناها بالنظام غذائي سليم كثروا برشا من الخضروات من الألياف حتى الدهون نعرفوا نختار زيت الزيتون معناها الدهون المشبعة نبعدوا عليها زيت الزيتون دكتور أي المقلي أي زيت الزيتون خلينا هذه زادة سؤال مهم تقولك نطيب ما كلتي بزيت الزيتونة ديما احنا نقولوا زيت الزيتونة راه ما يتقلاش إذا تحرق يولي دهون خايبة زيت الزيتونة ياما كي نطيب ونطيبه في بالبارد معناها تفوح وتصب الماء ديريكت وإلا ناكلوا به قد ما خبز حتى اللي عنده تريجليسيريد مرتفعين يسألوا ديما السؤال هذا ناكل الصباح نفطر بزيت زيتونة ما يقلقش بالعكس من الدهون الباهية معناها اللي تذوب الدهون الخايبة صحيح دونك نجمو ناكلو مي ديما بصفة معتدلة بيان سور بيان سور اي فوالا النشاط الرياضي كما قلنا وكاو التقصي معناها المريض اللي عنده فاكتور دو ريسك كما حكينا بكري عنده شوية سمنة عنده سكري نفيقو نعملو تحليل سيستماتيكمون باش كي نفيقو بيها قبل ما معناها ما يصيروا كومبليكاسيون نجمو نداويوه ونعطيو دواء وكاهو مي راهو ما يلزمناش نستنوا به راهو ارتفاع الدهون في الدم ماهوش مرض صعبل مش حاجه مخطره زاده وديما كيما قلنا ناكدوا راهي الوقايه خير من العلاج نسبه كبيره ثم صحيح نسبه وراثيه صغيره مش كبيره برشا مي اهم العوامل نتحكموا فيها بالمود دو في نتاعنا بنظام الحياه كيفاش نعيشوا والنشاط الرياضي خاصه دكتورة يسرى المسعودي طبيبة مختصة في أمراض القلب والشرايين ميل ميرسي على تدخلك معنا اليوم على راديو الحياة فهم نتجرات هذه الانترفيو تلقاها شوية أخرى على الباج وفيزيل فيسبوك نذكرهم للناس الكل تو مع الويكان دكتورة ما تعرف برشا من الناس يمشيو يبحروا برشا من الناس مش يمشيو يعوموا تفرهدوا حاجة باهية تختاروا الوقت الباهي تبعدوا من لي بيك من 11 حتى ل 3 هذه النصيحة الأولى تلبسوا حاجة باهية وكشابو وكل الإجراءات اللي ذكرتنا بهم البارح وخاصة أهم من هكا بربي كي ولاد صغير ما يعرفش يعوم ولا مازال ما تعلمش يعوم اذا بينا نقعدوا قرب بحذاه ما خلوش يمشي وحده على خاطر تصريح اليوم تاع العميد بالحمايه المدنيه عبد العزيز الهرميسي اكدنا انه نحكيه على 22 حاله وفاه بالشواطئ التونسي دونك بربي للناس اللي قاعده تمشي وتسمع فينا توا راهم هذوما نقعدوا نثبتوا مش نسهى ليه شويه مع الوليد راه ما يعرفش الطفل الصغير ما ماشي بالي يعوم هذاك علاش ومن بعد نصيحه ثانيه اذا لقيتوا اي واحد يغرق كي تخرجوا كي ما تعرف تعمل الاسعافات الاوليه فبها ونعمة نقوم بها ومتأكدين لين الوصول ما تعرشي تعيطوا لأي واحد نجم يعرف ليه تدخل متاعه كيفاش الإجراءات اللي الإسعافات الأولية اللي نجم تكون مهمة أكد دقائق نتنجم تربحها قبل ما يدخل يوصلوا الفرق الإنقاذ راه مهمين برشا وديما نوصيوكم إن شاء الله بحروا لباس إن شاء الله تصيفوا لباس دكتورة إن شاء الله ربي يحمي الجميع إن شاء الله عطلة آمنة للجميع ردوا بكم على رواحكم وإن شاء الله ربي يحفظكم الجميع هي تو الكفتيجي شنو نعملوا له تقليل الكفتيجي يعني ما فهميش حل آخر ما تكثرش مش كل يوم كفتيجي وأنا ما حل فهمش كل يفوروه تو فهم الناس قاعدة تفور فيه زاد مش بني ماكش تعاوننا راك كنت في بالك ولا انا ما نحبش ان نضغط برشا خاطر نعرف اطلب ما هو مطاع ما هو مستطاع تطاع لا افرطه ولا تفريط مريره كليت كافتيجي ومن بعد العشيه في عض نص ساعه مارش اعمل ساعه
حافظوا على رواحكم وإن شاء الله ربي يحفظكم وكهو. نتلقاه جمعة جاي دكتور حبيب الجيزين يا جرام ويسيل حضورك وحدنا وويكاند بعد شوية نسيمة البرحودي بيدياتر حاضرة بحدنا اللي زاكسيدون اللي قاعدين يصيروا خاصة للصغار. هذا من المواضيع اللي بشكون موضوعنا في ساعتنا الثانية.